انا كل سنه بصور فيها سيارات، يعني بيكون في سياره او سيارتين كثير من الناس تطلبها مني بكثره نجربها كريم. 2020 اكثر سياره طلبت مني تورس 2020 اللي تصنع في الصين. فشو قصه تصنع في الصين؟ وهل السياره هذه تستاهل وممكن اشتريها للاستخدام اليوم او لا؟ حنعرف ان شاء الله خلال حلقه ميزات وعيوب هالسياره وشو قصه تصنع في الصين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صنع في الصين. طيب شو يعني صنع في الصين؟ شو المشكلة؟ ليش تردد في هذا الموضوع؟ ما نص منتجات حياتها تصنع في الصين. فورد تورس اللي معنا اليوم تصنع في الصين. آيفون كريم ميد إن تشاينا. مضبوط. تجميع الصين. على فورد عندك كان 6 مصانع في الصين للتجميع سياراتها. بس هذه السيارة تحديدا التورس اللي طلعت عام 2015 بجيلها الجديد كليا السابع في الصين. طلعتها في معرض شنغهاي للسيارات، ولكن كان بيعها مقتصر على السوق الصيني بسبب كثرة الطلب. فليش فورد، ليش باقي شركات السيارات عم تفتح مصانع في الصين؟ طب إذا أنا عندي طلب من هذا السوق، وهذا السوق أنا عندي تسهيلات، وأنا هذا السوق عم يعطيني سرعة إنتاج وأجور وتكاليف أقل، ليش ما أروح أسوي فيه؟ ليش ما أوفر حالي مصاريف شحن؟ هذا المصنع استثمرت فيه فورد أكثر من 760 مليون دولار ب 2015 في الصين. هذا المصنع زاد من إنتاجية فورد بمعدل 250 ألف سيارة سنويا. طب هل هذا المصنع يعني ما أنه تصنع هذه السيارة في الصين يعني كواليتي تعبان؟ يعني السيارة جودتها أقل من سيارات فورد الثانية؟ خلينا نكون صريحين، فورد كان له الفضل على كثير من شركات السيارات بشكل عام بصناعة السيارات، وكلكم عارفين متعمق بعالم السيارات بيعرف هذا الشيء. فورد ما عنده استعداد تضحي بهذه السيارة. أوردي فورد وكثير من الشركات حاليا بدأت تتجاهل سيارات السيدان وتتجه نحو السيارات الكروس أوفر والإس يو في بسبب زيادة الطلب عليها. فوقت قررت نطلع هذا التورس الجديد لتصنعه بالصين، ما راح تضحي ان تضيع اسم قديم بدا من عام 1986 التورس. فأنا سمعه كويسه السياره كسياره سيدان استخدام يومي مريحه عمليه، فما راح تضحي فورد بهذا الشيء كرمال توفر شويه فلوس والله واصنع في الصين. لا، السياره نعم صنعت في الصين، ولكن باشراف خبرات سواء كان تدربت في فورد الامريكيه مصانع فورد وشركات فورد في امريكا وعنده نفس الجودة الأمريكية، أو ناس أصلاً من أمريكا هم موجودين لمراقبة الجودة. كل مرحلة في السيارة يتم مراقبة جودتها، كل مرحلة، كل برغي بتركب في السيارة وبعد ما تنتهي بتم اختبار جودتها. ودليل صغير، السيارة طلعت 2015-2016 صح؟ متى وصلت سوق الشرق الأوسط؟ ليش تأخرت؟ هل فقط لأن هم جماعة فورد كانوا مقررين يبيعوها فقط في الصين؟ ما السيارة مطلوبة عن في بيع بالشرق الأوسط؟ السبب هو الاختبارات. ولي يختبر السيارات في الشرق الأوسط المهندس زياد دلال، أنا التقيت فيه أكثر من مرة، أنا عارف أنه كان يجرب التورس. وهذه السيارة وقت صنعت من قبل فورد ركزوا، شوفوا هي صار فيها اتحاد كل مكاتب فورد في العالم لإنتاج هذه السيارة. كشكل خارجي مثلا هو مستمد من الفيوجن، الشاصي هو CD4 نفس الموجود على الفيوجن ونفس الشاصي الموجود على اللينكن كونتيننتال الفخمة. تمام، هلا انا راح اكون معاكم مع بعض التعليقات اللي انا كتبت، صورت السوري في انستغرام وفي سناب شات، انه شو رايكم في السياره، شو عندكم استفسارات. كثير ناس سالوني يا اخي تشبه الفيوجن كوبي بيست. بكل صراحه انا معاكم، السياره عباره عن فيوجن بس مكبره، طولها 5 متر. تمام، فهذه المساله ذوقيه. نعم انا كنت افضل يكون في تصميم متميز اكثر، وصار معي موقف انه واحد من اصحابي كنت انا صاف سياره في باركينج، هذا معروف ان الباركينج اللي عندنا للبيت، فبيرن علي بيقول لي مين صاف كيه في الباركينج، فالسيارة فيها لوح أو فيها لاحة يعني أو مثل ما بنسميها فيها شبه شوي بالتصاميم الكورية ولا حتى الصينية. فهذا الشيء مسألة ذوقية، ولكن هل السيارة تصميمها سيء؟ بكل صراحة لا، السيارة تصميمها جميل، عصري LED، انسيابية وكويسة بالآخر. سيارة عملية، أنا مو أخذ سيارة موستنج أقارن بينها وبين الكامارو في التصميم، أي سيارة أخذها لأسباب صنعت عشان السيارة. فتصميم السيارة خارج تكلمنا عنه، داخلية السيارة اللي أمامكم هذه تم الشغل عليها من قبل
شانغان فورد، لأنه أنتم عارفين شانغان وفورد هم الآن شركاء في الصين، تمام؟ ومن قبل مكتب فورد في أستراليا بالتعاون مع مكتب فورد في الشرق الأوسط، أكيد عشان تقديم سيارة تناسب العملاء. وراح أحكي لكم خلال الحلقة على شو ركزوا فورد الشرق الأوسط باختباراتهم للسيارة حتى قرروا يجيبوها سنة 2019-2020 لأسواقنا. فنتكلم شوي الآن عن الشكل الخارجي للتورس 2020. عندك إضاءة LED مع كشافات LED نهارية، طبعاً هذه الكشافات أو الموجودة على السيارة LED تتوفر على الفئات العليا. نحن معانا اليوم نسخة التورس الفول أوبشن تيتانوم بلس، أعلى مواصفات للسيارة. سعر السيارة طبعاً في مواصفات أقل أو في أوبشنز أقل وفئات أقل، بإمكانك تشوف الوكيل عندك شو بوفر. اليوم أنا حركز على أبرز النقاط الموجودة في السيارة وكاملة المواصفات، وأخبركم شو المواصفات القياسية اللي تجي في السيارة. إضاءة أمامية LED أيضا، شبك عندك 5 خطوط، انسيابي جدا. السيارة اشتغلوا على انسيابتها صراحة وعزلها بشكل كبير. ومنها مثلا لما اختبروا السيارة في الشرق الأوسط ركز المهندس زياد دلالة على عدة نقاط، منها العزل. بيقول لك نحن في أسواقنا، أسواق الشرق الأوسط خصوصا مثلا سوق السعودي، في خطوط طويلة وسفر بين المدن، إنه الناس تستخدم هذه السيارة للانتقال من مدينة لمدينة. 1000 كيلو بسيطة جدا في السعودية، تمشي 1000 كيلو عادي جدا، رايح 1000 كيلو راجع 1000 كيلو بثلاث أيام، ما عندك أي مشاكل. ركز على موضوع العزل، عشان هيك مثلا تم إعادة الشغل على قطع من الباب بالجوانب مرتين عشان يوصلوا لعزل وانسيابية ممتازة وهدوء جوا مركبة جوا المقصورة. وهذا الشيء اللي أنا لاحظته فعلا بالسيارة من خلال استخدامي لها لمدة أسبوع، سيارة عزلها ورساوتها ممتازة. حتى صار في تعديل على أنظمة التعليق مرة واحدة، تم تعديل أنظمة التعليق ليوصلوا لمرحلة من الراحة والرساوة اللي تناسب الهدف المصنوع عشانه السيارة. وأكيد هيك شكل خارجي وكراحة. منكمل كلامنا الآن عن جنب السيارة. عندك جنوط، جنوط السيارة بالنسبة للفئات تطلع عندك من 17 إنش 18 أو 19 إنش نفس اللي معانا لليوم. شاصي السيارة طويل جدا، يعني أقل من 3 متر ب 3 سنتي بالضبط، 2 متر 97 سنتي، نفس الشاصي المستخدم على الفيوجن ولكن مطول بشكل أكبر. وطول السيارة إجمالي 5 متر. ليش كريم ذكرت طول السيارة؟ بالعادة ما بتذكره، بهذه السيارات لازم نذكر طول السيارة عشان تستوعب شو يعني مساحة خلفية. عمور أنت مرتاح ولا لا؟ والمقعد هذا راجع بشكل مو طبيعي، سيارة مساحتها المقصورة الداخلية استغلال المساحات وفقت فيه فورد بشكل ممتاز. يعني أنا لو قارنتها، مضبوط عمور كلامك، كثير واسعة سيارة، لو قارنتها بالمنافسين أفالون، أزيرا، إمبالا مثلا من شفرلي، يمكن الوحيدة تنافسها في المساحة والرساوة والداخلية الواسعة جدا هي الإمبالا. نفس الفكرة، مساحة داخلية رهيبة، مهما كان طولك حتكون مرتاح في السيارة. وحنشوف كمان بعد شوي إن شاء الله بالخلف. طبعا بجنب السيارة أيضا عم نشوف المراية عليها نظام نقطة العمياء، نظام الدخول بدون مفتاح موجود على السيارة، وكل هذه الأوبشنات صارت مطلوبة بكثير من السيارات، صارت متوفرة أكيد على فورد تورس بمعظم فئاتها. السيارة من الخلف عليها إضاءات LED مع لمسات كروم، بصمة التيتانيوم وبصمة الإيكوبوس اللي بتدل على تقنية المحرك الشهيرة من فورد. حساسات أمامية خلفية موجودة على السيارة. طبعاً حساسات الخلفية بتجي على معظم الفئات، ولكن الحساسات الأمامية تجي على الفئات العليا، حتى من ناحية رادار أمامي أيضاً موجود على السيارة على الفئات العليا. هاي المطبات لون أصفر بالشارع يدوب حاسس فيها، هاي في بعض السيارات متخطخط كامل. فعلا وفقت فورد بعظم التعليق. نشوف مع بعض المقاعد الخلفية ونرجع. بسم الله الرحمن الرحيم. المقعد مضبط اني انا السائق، شفتوا كيف مريح؟ شوف المساحة ما شاء الله تبارك الله، السيارة للخطوط للراحة مو طبيعية. عشان هيك انت لابس ثياب؟ لابس راحة اليوم، لابس انا خلاص سويت بانس ولبس رياضة عشان اكون مرتاح صراحة، وتعبنا من الجنز يا اخي في الحر، هذا اريح. اوكي شوفوا لي الاضافات الموجودة، تبريد تدفئة مقاعد موجودة في السيارة. هي اضافات يعني تم اختبار السيارة وتم سمع اراء مكتب فورد الشرق الاوسط،
فانه السياره احنا عندنا في الحرب بيهمنا تبريد وليس تدفئه. معظم السيارات بيجي فيها تدفئه مقاعد خلفيه، ولكن بالتورس فينا تبريد مقاعد خلفيه. عندي تحكم في المقاعد الكهربائيه الخلفيه، شوف اقدر انا اريح، فللخطوط السياره حتكون مناسبه. عندي ستاره خلفيه، عندي ستائر جانبيه في السياره، بانوراما موجوده على السياره، طبعا البانوراما على الفئات الاعلى بتعطيك ايضا جو حلو. انا ما بتحس في السياره انك انت مخنوق، عارفين كيف انه سياره ضيقه، لا بحس برحابه داخليه ممتازه. يعني حتى التحكم في المقعد الامامي نشوفه، يمكن نشوفه بسيارات مثل 7 سيريس والاس كلاس، اقدر اتحكم في المقاعد ايضا اللي اقدمها وارجعها. تكييف خلفي واصل للخلف، نظام الصوت الموجود على السياره، نسخه الفول اوبشن بيجي عليها او حتى نسخ المو فول اوبشن، حتى التيتانيوم بشكل عام. عندك البانج اند اولفسن، نظام صوت راقي جدا، 14 سماعه حفله جوا السياره. الفئات القياسيه بتوفر على نظام صوت عادي، 9 سماعات. ف سيارة مغرية بالمواصفات بكل صراحة، مغرية جدا. يعني كنا زمان نشوف هذه المواصفات بيحاولوا الكوريين يعملوهم عشان يغروا المستهلكين بشكل عام. الآن فورد عندك كل شيء في السيارة، يعني يقولوا شو المواصفات انتم تتمنوها في السيارة مش موجودة، ما في. يمكن انا كنت اتمنى يكون فيها 360 درجة بالنسبة للكاميرات، عليها كاميرا فقط واحدة خلفية، فكان حلو لو يكون فيها 360 درجة، خصوصا انه هذا الشيء موجود يعني فورد، مو صعب عليهم يعني. بس سبحان الله ما في شيء كامل. حاملات أكواب موجودة مع الغطاء، مسند وسطي، مداخل شحن اثنين USB USB 3، فتغليف هذا USB 3 هذا عمور مضيع أنت. أوكي، جلد الموجود بالداخل، طبعا هذا الجلد بيجي على الفئات الأعلى، الفئات الأقل ممكن يجي مقاعد قماشية، يمكن أيضا مثل فتحة عشان توصل للصندوق الخلفي. هاي السيارة والله من الداخل بشكل عام، إن شاء الله تكون عجبتكم، ونكمل رحلتنا مع التورس وكلامنا عن هذه السيارة. ونشوف طبعا صندوق خلفي مساحته ممتازة جدا 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 للحمولة، بينافس وبقوة مع معظم منافسين بهذه الفئة السيدان، سواء كان الأفالون أو حتى الأزيرا ولا الإمبالا، كلهم صراحة عندهم مساحات تخزين ممتازة. ف هذا الشيء في منافسة حلوة بين معظم المنافسين. مقاعد السيارة الأمامية طبعا مهما كانت الفئة حيجي عليها مقاعد كهربائية، ولكن الفكرة أنه في 8 وضعيات بالفئات القياسية، 10 وضعيات بالفئات العليا. عندك تبريد تدفئة مقاعد بتوفر على السيارة بالفئات العليا بالنسبة للأمام. هذا الفرش الجلدي الموجود على السيارة مع التطريز الموجود على الطبلون. داخلية السيارة بكل صراحة فخمة، بتحس أنه فيها كواليتي عالي. الفكرة انه فورد حكيت لك انسى التورس القديم، هذه ما لها خاص فيها، فيها بعض الميزات اللي هي الرساوة والراحة، ولكن كتفاصيل كتصميم سيارة مختلفة. مكيف السيارة ثلاجة كل صراحة، مكيف بارد جدا، ومن هذه احد الاسباب اللي ركزوا عليها المهندسين في الشرق الاوسط اثناء اختبار السيارة، تكييف السيارة وتبريد المحرك. واستغرقوا وقت طويل باختبار السيارة، وأنا شفتهم بيختبروا السيارة وسألتهم عن هذا الموضوع، وسألتهم عن تورس بالتحديد، وكانوا بيختبروها قبل تقريبا أكثر من سنة ونص، بيختبروا السيارة، بيختبروا تبريد الماكينة بكل مكان منطقة الشرق الأوسط بالحر عشان يوصلوا لأعلى جودة ويقدموها للعملاء. تمام، هل يمكن تفكروا كريم عم ببالغ شوي؟ بس لا، بكل صراحة يعني أنا قابلت أكثر مرة المهندس زياد، فعن جد بيشوفوا كيف بيجرب السيارة وبيتعب في الموضوع وبيركز على التفاصيل وبيسمع. يعني بس انا مثلا بقول له شو رايك في كذا، او مثلا انتبهت على شيء في السياره، فهو بيسمع كلام الناس اللي بتجرب السيارات ايضا، وبيحطها في عين الاعتبار بس يختبر السياره. فمن الداخل مثلا من تعاملت فورد مع مكتب الشرق الاوسط اضافوا تبريد المقاعد حتى بالخلف، لانه حكوا لك يا اخي نحن منطقتنا حاره فبدنا تبريد مقاعد، فراحوا اضافوا تبريد مقاعد ايضا بالخلف. فهذا الحلو باهتمام شركة بعملائها أو بسوقها بشكل عام. منكمل كلام عن الداخل. عندك شاشة 8 إنش، طبعا نظام النافيجيشن بيجي عليه على الفئات العليا بنظام سينك 3. الشاشة هذه حلو التعامل معها، سهلة، ولكن فيها مشكلة صراحة أو تعليق صغير على السيارة على الشاشة، أنه البصمات صعب تنظفها، لازم يكون عندك مادة معينة أو نوع قماش معين مع رشة معين عشان تمسح البصمات الموجودة على الشاشة. بصراحة هاي من الأشياء أو التعليقات البسيطة الموجودة على السيارة بكل صراحة ومصداقية. سيارة فيها أبل كار بلاي، فيها أي شيء بدك يا أنت، فيها إضاءات داخلية أمبيد لايت بسيطة موجودة جوا كل السيارة، وصارت موجودة بكثير من السيارات، تتغير حتى في حاملات الأكواب أو الكاب هولدرز، في عندك إضاءة داخلية محيطية أزرق فاتح برتقالي وأزرق أحمر وأخضر وأزرق غامق والبنفسجي أو البربل. منكمل كلامنا عن داخلية السيارة والتصميم بهذه المنطقة. أوكي عمو، ركز معي شوي في التصوير بهذا المكان. أقراص الصوت وأقراص المكيف،
بكل صراحه بتحتاج تقريبا فتره على بال ما تتعود انك انت وقاعد تسوق ما تطلع عشان تعمل. لانه انا شو اكثر مره صار معي بكون بعلي الصوت او مثلا في الموسيقى او بوطي الصوت، يا اخي ليش ما عم بتعلى معي؟ بكتشف انا عم بحط المكيف على الحراره العاليه. عرفت؟ صح. صارت معك عمور ساق السياره امبارح؟ صارت معك صح؟ فهذا التعليق يعني انا اشوفه يعني مو قصة أنا بدي أنتقد السيارة، بس أنا واجب علي أن أخبركم رأيي في السيارة وتعليقاتي من استخدامها. هذا الشيء واجهته أكثر مرة ويا عمور واجهه، تمام؟ فأنه أقراص، فأنا كنت أتمنى الحرارة بأنه إحنا ما بنتحكم فيها كثير أو ما بنغيرها كثير تكون عن طريق زر أعلى للأسفل، وتعلاية الصوت تكون أنه قرص نحن نستخدمه بأكثر أكثر يعني. عرفتوا كيف؟ فأنا هذا مثل انتقاد صغير على السيارة في حال في منها فيس ليفت، أنه كم يتم تعديل أو تغيير أقراص المكيف إلى أزرار أو تغيير مكانه ينزلوا للأسفل. تبريد تدفئة مقاعد، تحكم مكيف حكينا ممتاز، ثلاجة ما في أي مشاكل، لمسات الكروم بكل مكان. أيضا عندي تحت الشاشة بشوف أزرار مخفية بطريقة جميلة، عندك زر التراكشن كنترول أو مانع الانزلاق، وعندك زر المود اللي هو أنظمة القيادة، عندك نورمال بيطلع عندك على الشاشة جهة اليسار، نورمال إيكو الاقتصادية سبورت الرياضية. هل حتصير سبورت طيارة؟ حتصير موسنق سيارة؟ لا لا لا، بس إنه حتصير أداها أنشط، استجابة دعسة البنزين بشكل أفضل. لمسات الكروم بكل مكان في السيارة، لمسات فخمة في بعض الناس تشوفها. ولكن ايضا راح احط لكم الان فيديو اول ما استلمت السياره، كانت الساعه 2 الظهر بتوجه بطريقه معينه بالسياره وكنت مسكر البانوراما. شوفوا شو صار معي وصورتها بالجوال، وراح احط لكم اياها في الحلقه بتصوير جوال. حاليا استلمت الفورد تورس الساعه تقريبا 2 الظهر، موقع الشمس حاليا شوف كيف عامل ريفلكشن على الكروم فوق العداد، هذا جاي في عيني يعني والله مسبب لي ازعاج. تعليق صغير يمكن كثير ما ينتبه له بس ما يذكره يمكن، بس انا حبيت اذكره، صورت لكم اياه بالتليفون رغم انه حاليا ما عم صور الحلقه، الان استلمت السياره بس حبيت اني اذكر هالمعلومه ونحطها في الحلقه حتى لو متصوير جوال. بتكلم الان على جهه القياده، عندك انت الشيفتنج بادلز او الشفترات عشان التحكم بالجير بوكس، على جهه اليمين عندك التحكم في الشاشه الموجوده على جهه اليمين والتحكم في الصوت والبلوتوث والاوامر الصوتيه. على جهه اليسار عندك الازرار التحكم بالشاشه الموجوده على جهه اليسار مع مثبت السرعة والرادار الموجود بالسيارة للتحكم بين المسافة بينك وبين السيارات اللي أمامك، وهذا صراحة بيفيدك بالاستيحام بشكل رهيب. وعندك ليمت للسرعة أيضا على الخطوط، وعندك نظام التحذير من المسار ومغادرة المسار. عندك زر على الجنب اللي هو زر التحكم بنظام المحافظة على السيارة داخل المسار، شايفين حين أخضر؟ حاول أطلع، شوف ترجع السيارة مكانها. Keep hands on steering wheel. طبعا هذا طبعا السيستم تبع السياره او ما يسمى انظمه المساعده بالكوبايلوت 360 من فورد، هو نظام المساعده او مساعده السائق في القياده. في انظمه عديده، رادار امامي مثلا شفت نقطه عمياء، مثل ما شفنا طبعا المحافظه على المسار او التحذير من مغادره المسار وليس التدخل فقط، التحذير من التصادمات الاماميه مع التدخل في حاله الطوارئ، او حتى عندك انت التحذيرات من التصادمات الخلفيه. وايضا عندك انت هذه السيارة اللي معنا بفئة الفول اوبشن فيها نظام المساعدة على الركن، انه السيارة بتصف تلقائيا في المواقف من خلال هذا الزر الموجود. وعندك ازرار اخرى ايضا، زر الحساسات، وعندك زر الاوتو هولد اللي بيمسك الفرامل عند التوقف لفترات قصيرة، وعندك زر اللي هو الستارت اند ستوب تبع المحرك اللي بيوقف المحرك عن العمل عند التوقف لفترات قصيرة، الهند او الباركينج بريك الكتروني، والجير بوكس مو وضعية المانيوال للجير بوكس طبعا. عندك حاملات اكواب مع تسكيره، وعندك ايضا هون تسكيره 25 مساحه تغسيل داخليه بفورد تورس 2020. عندك انت مداخل يو اس بي عادي، وعندك الفاست التايب سي ايضا فاست شارجر ايضا موجود مع الابل كاربلاي والقصص. مسند وسطي راجع للخلف، لازم ترجع وتشوف عشان تشوفيه. ومكان الشاحن اللاسلكي بكل صراحه غير موفق اختيار من فورد، لان انا ما راح احط تليفوني بالداخل وارجع اسكر عليه، يعني ارن تليفون كل شيء بدي افتح اطلع انا وسايق. خلوا الشاحن بيكون بطريقه اسهل الوصول له كشاحن لاسلكي بكل صراحه ايضا ومصداقيه. من التعليقات بسيطه على السياره. نتكلم الان عن محرك الفورد تورس 2020، محرك الاربع سلندر سعه 2 لتر توربو تشارج بقوة 240 حصان والعزم 390 نيوتن متر. يعني عزم المحرك هذا أقوى من عزم المحرك السابق على التورس السابق الجيل السادس تقريبا ب 10%. عرفتوا كيف؟ كريم كيف المحرك؟ أنا بكل صراحة شايفه يفي بالغلط. هل حيجي محرك الأكبر اللي هو 2.7؟ والله أعلم حيجي، ما في شيء مؤكد،
بس موجودة الفكرة يعني، بس هل حيجي لأسواقنا بنسخة مثلا اس اتش او، او ممكن يجي فقط انه والله تيتانيوم بتوفر بهالمحركين بدون اسم الاس اتش او؟ ولكن اعتقد في ناس حتحب هذا المحرك الاقوى. بس لو سألتوني هل هذا المحرك يا كريم يفي بالغرض بعد تجربة على الخطوط وكيف الصرفية وكيف العزم، انا بصراحة شفته يفي بالغرض يعني. ركبوا معي 4 اشخاص، طلعنا الشباب رحنا رجعنا ما حاسس يا رجل تعبانه في المشي، لا لا والله تدعس تدعس. بصرفيه البنزين ممتازه، اللتر الواحد يمشيك تقريبا 15.7 كيلو. كم خزان السياره، كم خزان الوقود عندك؟ 64 لتر. فالسياره مصروفها عزمها بالنسبه للشيء اللي صنعت عشانه، انا اشوف والله المحرك كفي بالغرض. هل واجهت مشاكل حراره في السياره؟ هل شفت المحرك تعبان في الحر انك تدعس ما يستجيب معك؟ فرجينا استجابه. حاضرين، هي وضعيه النورمال. اكيد المحرك الاقوى انا حكون مستمتع فيه، الواحد بيحب السرعه، ولكن بتكلم في المنطق السياره استجابتها حلوه. طيب كريم خلينا نشوف تسارع السياره، فيلا نشوف تسارع السياره من 0 ل 100 ونشوف كم حتجيب كم ثانيه. سألتوني كثير عن الرساوة والعزل، بكل صراحة أبدعت فورد بهذه النقاط. سيارة عزلها ممتاز جدا، رساوتها ممتازة جدا على المنعطفات، سيارة ثابتة حلوة. تعليقي مثلا كيف قيادتها، سيارة بتحسها أخف مثلا بالقيادة من الفورد القديم، بتحسها رشيقة شوي. هي راسية أوكي، ولكن بتحس أحيانا والله فيه هيك رشاقة أكثر، ما بتحس بهذا المود الأمريكي تبع السيارات الثقيلة والخلاص اللي هي ماشية في الأرض يا جبل ما هزك ريح. لا لا لا، خف هذا الشعور بالسيارات، صارت أخف رشيقة أكثر. تمام، هلا في شيء في السيارة حتوقف أنا من صفر عشان تشوفوه شو قصدي، مثلا وحط سبورت أو من صفر حتى أنا ماشي بدعس. شايفين أنا هاي الحركة ما بحبها للسيرينج على السيارة بانوية دفع أمامي، بتحسوا بيلعب على الدوسة على سرعات خفيفة، بتحسوا بيلعب معاك للسيرينج. أنا هذا الشعور ما بحبه، ولكن متوفر دائما بالسيارات الدفع الأمامي. فممكن السيارة توفر بنظام دفع خلفي حتسوي قفزة نوعية رهيبة بس، ولكن الشركة خلاص سيارة أمامي أمام يعني ما حيسوي خلفي، انسوا. ممكن تنزل دفع رباعي بنسخة المحرك الأقوى والله أعلم. فورد تورس والأمان، ذكرت أن نظام الكوبايلوت 360 وأنظمة المساعدة بشكل عام. طب كريم شو وضع السيارة بالوساد الهوائية؟ شكرا فورد أنه كل الفئات اللي بتطلبوها أنتوا فيها 7 إيرباك، حتى لو كانت الفئة الأقل اللي سعرها يبدأ تقريبا من 115,000 درهم إماراتي شامل الضريبة. بالسعودية تقريبا سعر السيارة يبدأ عندكم من 109,000 ريال بدون ضريبة، تقريبا نفس السعر. تمام، نسخة الفل في السعودية نفس اللي معانا تقريبا موصل سعره ل 135,000 ريال بدون ضريبة أيضا، فأنا أشوف سعر منافس بالنسبة للأوبشن موجود الداخلي، بالنسبة للأنظمة الجميلة الموجودة بفورد تورس 2020. هل تستحق الشراء كسيارة استخدام اليومي بالنسبة للعزل والرساوة؟ والله سيارة بناء على تجربتي إلها و قراءتي عنها وسؤالي عنها لمهندسي فورد، صراحة السيارة كويسة. هل أنا حسيت من سيارة تصنع في الصين؟ لا، بكل صراحة كواليتي كويس؟ نعم. ملمس الداخلي والمواد كويس؟ نعم. تعليقاتي عليها ذكرتها بكل صراحة ومصداقية. أتمنى تكون عجبتكم حلقة اليوم، تابعونا لكل شيء جديد في عالم السيارات. سامحونا على الإطالة، ولكن حبيت أقدم لكم تغطية كاملة تفيدكم إن شاء الله لكل الناس اللي عم تستفسر عن هذه السيارة وتفكر أن تشتريها بشكل جدي، أو حابوا يعرفوا عن هذه السيارة معلومات. إن شاء الله ما أكون قصرت معكم، ولا تنسونا من دعاكم كل مكان، إحنا معاكم ونحو شعارنا الدائم للعالمية باسم العرب مع عرب جديد. السلام عليكم.